أولا تحية الجمهور اتحاد طنجة بالطبع بعد واحد تقييم أولي لمدة 10 أيام المجموعة ديال الفريق اتحاد طنجة وجدنا احنا كطاقم تقني أن عدة لاعبين غادروا النادي لعدة أسباب أو بعض اللاعبين مصابين، فلهذا حاولنا أن نبحثوا على لاعبين ذو مستوى عالي اللي يعطوا واحد الإضافة معنوية تقنية للفريق مع يعني احترام صغار السن وعندهم يكون عندهم مؤهلات بدنيه تقنيه فرديه اللي غنبلوروها وغندخلوا فواحد القلب جماعي باش يعني يدفعوا العجله ديال الفريق اتحاد طنجه. فمن بعد عده يعني اختبارات بدنيه تقنيه لعده لاعبين اختارينا بالطبع هاد اللاعبين هادو اللي كنشوف فيهم وكنتمناو ان شاء الله ينجحوا على حساب ما نعرفوا عليهم بدلنا النوادي ديالهم او كنشوف فيهم واحد المستقبل ديال النادي. مثلا موكوكو اللي هو احسن لاعب في الكونغو هداف فريق يعني فريق الفيتا كلوب، عثمان اللي كنشوف فيه مستقبل ديال الفريق لان في المغرب تقريبا كله ما كاينش هدافين وما كاينش راس حربة اللي عنده ديك القامه وعنده واحد التقنيه اللي كيساعد الفرق. فشنا فيه وكنعرفوا مزيان لان كنت على قاب قوسين ندي الفريق اللي كنت فيه. دونك درنا لي ان تيست دو 4 موا 4 شهور باش نشوفوا في هاد 4 شهور واش غادي يتاقلم مع الاجواء الطنجاويه واش غيعطي الاضافه. جبنا يعني اللاعب زامبي اللي هو مدافع المنتخب الغابوني من احسن اللاعبين، هو نجم ديال الفريق ديالو ديال المنتخب الغامبي. حسني اللي كلشي كيعرفوا، ولكن احنا دائما كنبحثوا على التوليفه ان شاء الله اللي غتكون في الايام القادمه ان شاء الله. مطلوب اننا نشجعوا هاد اللاعبين هادو وندفعوا بهم باش نوصلوا ذاك الهدف اللي سطرنا، لان الفريق كان محتاج لعده اماكن حساسه. فلذا ما لقيناش اللاعبين اللي بغينا، ما بغيناش نجيبوا اي واحد. عده لاعبين حضروا وداروا لي تيست، مي داك الشيء ماشي في مستوى ديال اتحاد طنجه. حنا كما قلنا دائما كنحترموا المبادئ ديالنا، اللاعب اللي غيجي يمضي في اتحاد طنجه خصو يعطي واحد ان بلوس، سينو سنظن بلاش. فلهذا هاد اللاعبين هادو عندهم مكانه ديالهم ان شاء الله وغنشوفهم قريبا، وبالطبع بالمجهودات ديال الجميع باقحام عناصر شابه اخرى ابناء النادي اللي كنوجدوهم للسنوات المقبله، سنظن ان اتحاد طنجه يقول الكلمه ديالو في المستقبل القريب ان شاء الله.